الجزء الثالث من فيلم ديدبول ديدبول أند وولفرين أعاد انفصال الممثل الأسترالي هيو جاكمان عن زوجته إلى الواجهة. رايان رينولدز الذي يشاركه بطولة الفيلم فاجأ الجمهور بكسر الجدار الرابع وألقى نكتة يسخر فيها من مظهر ملابس جاكمان بعد طلاقه من زوجته. جاكمان كان أعلن انفصاله عن زوجته ديبرا لي في سبتمبر الماضي بعد زواج دام 27 عاماً يا ليت. عمر طويل. الثنائي كان يصف نفسه بأنه الأكثر توافقاً، فكيف بعد كل هذا الوفاق أن يصل الزواج أو الزوجان للطلاق؟ إذن ظاهرة الطلاق بعد سنوات من العشرة الطويلة عاشها العديد من المشاهير حول العالم واصطدمت الجمهور. الزميلة الريان تستعيد تفاصيل بعض العلاقات. صباح الخير ريان. صباح الخير ريان، يعني أنت متخصصة بهوليوود ودائما بتتابع الأفلام أكيد أنت متخصصة بالعلاقات. البارحة أبهرتني سارة. لا صحيح، وأنا يعني كمان تفضلي. شكرا لكم. على العموم دائما رغم استمرارهم لسنوات طويلة زيجات فنية انتهت بالطلاق وإليكم أشهرها. نبدأ بسيلفستر ستالون وجينيفر فلافين التي قالت يؤسفني أن أعلن أنه بعد 25 عاما من الزواج تقدمت بطلب الطلاق. والغريب أن إعلانها أتى بعد 3 أشهر فقط من احتفالهما بذكرى زواجهما. وطبعا انفصال بيل غيتس وميليندا غيتس في 2021 بعد زواج دام 27 عاما الملياردير الأمريكي اعترف بأنه مسؤول عن التسبب في الكثير من الألم لأسرته ووصف الأمر بأنه حزين ومأساوي. انفصل النجمان جوين ستيفاني وجافين روزديل في 2016 بعد زواج دام 13 عاما وظلا يظهران الاحترام لبعضهما طوال الوقت. وعربيا طبعا انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل تصدر المنصات بعد زواج استمر 12 عاما، حيث كتبت بسمة عبر حسابها سيظل بيننا كل ود واحترام. كذلك انفصال الفنانة دنيا بطمة ومحمد الترك بعد 10 سنوات من الزواج، والذي صرح أن الانفصال نتيجة شائعات من أشخاص مقربين. وأخيرا أعلن الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته الفنانة المعتزلة لورا عماد بعد زواج دام أكثر من 20 عاما، حيث كتب تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا، كل شيء قسمة ونصيب. وإليكم معكم أنا ريان. شو رأيك أنت بهالموضوع المثير؟ والله الواحد بيزعل يا ليث، يعني في كثير جماهير ارتبطوا بثنائيات كثيرة وعظيمة فبيزعلوا لما ينفصلوا أكيد. يعني مين أكثر واحد زعلت من عن انفصاله من شو سمعها؟ لا كثير، يعني كل واحد يتخطى سنوات طويلة أكيد بنزعل عليه. في سنوات هنا كمان 27 عام. نعم. شكرا ريان. إذن في سياق انهيار العشرة وضياع الزواج نتابع مقطعا من السوشيال. الباكستانية تقيم أو فتاة باكستانية تقيم حفلا صاخبا بمناسبة طلاقها. نتابع. بس أريد أنه أقول هذا صاير ترند الاحتفال بحفلات الطلاق، بس هذا الشيء موجود في موريتانيا. صحيح. من قبل زمان، والمرأة المطلقة أكثر تكون مرغوبة أكثر ويتقدم لها عرسان أكثر. بدي أزيدك بالشعر. روح بيت على موريتانيا. لأنه قبل هالمرة صورنا حلقة كاملة أذكر في برنامج محطات العربية، رحنا صورنا بمنطقة وادي الجويرة. نعم. بين موريتانيا والمغرب وصورنا حفلة الطلاق. المرأة المطلقة أكثر والسمينة أكثر. صحيح. هي تكون مرغوبة. صحيح. على كل حال من الرياض ينضم إلينا الاستشاري النفسي الدكتور أسامة النعيمي. صباح الخير دكتور. صباح الخير دكتور أسامة. يعني في دراسة بتقول الأزواج، شكرا، دراسة بتقول إن الأزواج الذين انفصلوا بعد سنوات طويلة لديهم مستويات أعلى من الاكتئاب مقارنة بالأشخاص الذين توفي أو توفى شركائهم. شو رأيك بالموضوع؟ أعيد أصبح عليكم ليث وأسامة. صباح الخير على العربية مشاهدي مستمعي متصفحين. طبعا لازم إحنا نعرف أنه أي علاقة حتى لو كانت علاقة فيها بعض الأذى
لها وزن في نفوس الأشخاص اللي يمروا فيها. نعم. عندما تنتهي هذه العلاقة يتحول إلى نوع من الانفصال التدريجي. طبعاً أنا ضد فكرة إنه العلاقة تنتهي في ثانية، لأنه العلاقة تنتهي في ثانية لحادث كبير مثل الوفاة المباشرة أو الخيانة المباشرة أو اكتشاف شيء قد يؤثر على شخصية أحد أطراف العلاقة أو كلاهما، فقرروا أن ينفصلوا. لكن أنا معك إنه الانفصال التدريجي أكثر ألماً من الانفصال المباشر، برغم أنه في البداية يكون التأثير الأولي كبير جداً لفقدان شخص عزيز عليك، لكن استمرار الانفصال ومعرفتك أن الطرف الآخر لا يزال يمارس حياته بحلوها وبمرها مؤلم بعض الشيء. طيب نريد نسألك برأيك، هل نسبة الطلاق أكثر بعمر معين؟ هل هي نسبة يسموهم البيبي بومرز اللي هي في الخمسينات أو الستينات، أم هي في الشباب خصوصا اليوم؟ شو الترند يعني؟ سبحان الله، هو معدل الانطلاق على الطلاق على شكل يو. فأما في بداية سن الزواج عندما يكتشف الشخصين أنهم غير ملائمين لبعض أو ما يكون عندهم التدريب المناسب والتوجيه المناسب أنه يتقبل الطرف الآخر، فتكون نسب الطلاق عالية جدا. لكن باستمرار الوقت يحصل نوع من التطبع والتعايش. يبدو أنه في سن معين، وهي معظم الأحيان السن اللي قد تكون متأخرة، يحدث نوع من الوعي عند الطرفين أنه عملية التعايش والهدوء اللي موجود هي دليل على وفاة الحياة الزوجية، مش دليل على استمراريتها ونضجها. لذلك يبحث كل طرف من عندهم على شيء يذكر بحياته، وربما يندفع وراء رغباته أكثر. نعم. دكتور أسامة، يعني برأيك هل معقول أو من المعقول تكون علاقة زوجية لسنين لعقود وبعدين ما يكون في بينهم مشاكل؟ خصوصا شفنا مثلا بهوليوود، غير اللي حكينا عنهم، في عنا ميل جيبسون وروبن مور اتجوزوا لمدة 31 سنة بعدين انفصلوا، في عنا كمان داني ديفيتو يعني. بالضبط. وريا بيرلمان برضو نفس الشيء 30 سنة. شفنا بين أفليك مؤخرا مع جينيفر غارنر اتجوزوا لعقود وبعدين انفصلوا. هل برأيك ببلاد الغرب قد يكون ذلك بسبب الطلاق؟ لأن بنعرف بأمريكا عندما يكون هناك طلاق فيكون نصف ثروة الشخص إلى زوجته، يمكن كانوا يمثلوا إنهم بعدهم مع بعض حتى لا يتم الطلاق. بعض الأحيان يكون في اتفاق بيناتهم على تقاسم الثروة أو تقاسم جزء من الثروة مثل ما يقوم به السيد ترامب. لكن الصحيح أنه إحنا ننظر إلى فئة لها ظروفها الخاصة ونحاول أنه نعمم عليها. فئة ممثلين هوليوود قد يكون ما يجمعهم يختلف عن ما يجمعنا نحن كأسر. بعض الأحيان يجمعهم الصورة الاجتماعية أو يجمعهم وكلاء الدعاية اللي يطلبوا من عندهم أن يستمروا فترات طويلة، ربما انفصالهم عن بعض لفترات متعددة للقيام ببعض الأعمال تخلي الشغف موجود بيناتهم، ربما التعايش، ربما السكينة، ربما الأطفال. لكن في النهاية مثل ما أنت شفت يصبح السؤال هو مش هم ليش انفصلوا، يصبح السؤال هم كيف استطاعوا أن يستمروا. صحيح. طب دكتورة أسألك، اليوم كنا حكينا قبل شوية بالهيدلاينز الاتفاق نفاق، يعني فجأة مرات في تشوف كابلز فجأة تطلقوا، تقول هذولا معقولة تطلقوا؟ ليش؟ كانت حياتهم مثالية، ما في أي خلاف، ولا مرة سمعنا منهم شيء. هل هناك هذا الاتفاق الدائم معناته في مشاكل خفية، وهل هذا شيء غير صحي؟ ربما يكون هذا الكلام صحيح، خصوصا إذا اتفق الطرفين على أنه يخبوا عن بعض، مو بس يخبوا عن الآخرين، فلا يتبادلوا المعلومات ولا يقول الآخر ماذا يؤذيهم ولا حتى يشاركوهم بعض خصوصيات حياتهم، ولذلك يكون الانفصال للآخرين مفاجأة. لكن للشخصين المشمولين بالعلاقة ربما كان الانفصال تدريجي منذ فترة طويلة، بحيث صار أسهل عليهم أن يعلنوها أمام الآخرين. لكن أرجع وأقول، فكرة أنه واحد يصحى من الصباح ويقرر أنه هذه حياتي لا تناسبني ربما تكون غير منطقية. على كل حال أستاذ أسامة، خلينا نروح على الأردن، لأن هناك سألنا الناس ما الأفضل، التظاهر بالوفاق أم الوصول للطلاق؟ خلينا نشوف. التظاهر بالحياة واستمرار بالحياة أحد الوصول لمرحلة الطلاق، لأنه الطلاق راح يكون بلا مشاكل كثيرة. أول شيء تدمير الأطفال، الأولاد والأسرة. الطلاق بيهدم الأسرة، الأطفال ممكن إنهم يتشتتوا لما بكون الأب والأم موجودين، حتى لو في خلافات
الخلافات ممكن انها تنحل. الاوضاع هاي اللي احنا بنعيشها حاليا بهذا البلد بتحتم علينا انه ما يكون في انفصال او ما يكون في طلاق مشان الاوضاع الاقتصاديه بشكل عام. مش فكره التظاهر بقدر ما هي الاتفاقيه والتفاهم، لكن اذا كانت الحياه صعبه لا الطلاق افضل من التظاهر. هلا احيانا التظاهر لاجل العادات والتقاليد والبروتوكول بين الناس مطلوب، لكن مش بكل الاوقات لانه ربنا حلله. طيب دكتور حوجه لك السؤال لك، ما الافضل انت كخبير، التظاهر بالاتفاق والعمل على العلاقه قد ما نقدر او الطلاق باخذ العين بعين الاعتبار انه هناك اطفال في هذه العلاقه؟ إذا كان قصدك التظاهر الاجتماعي فأنا مع التظاهر الاجتماعي على أن يقوم أفراد العلاقة نفسهم بمصارحة بعض وربما طلب المساعدة من الأصدقاء من مختصين حتى يحلوا مشاكلهم. نعم. لأنه قرار الانفصال قد يكون مؤذي لجميع الأطراف، مش بس للأسرة، للأسرة الممتدة أيضا، كما أنه بعض قرارات الانفصال قد تكون لحظية وقد تكون نتيجة انعكاس لموقف يساء تفسيره من أحد الأطراف أو من كليهما، فربما الهدوء بعض الفترة وإعطاء مساحة من التنفس والتفكير ثم العودة مرة ثانية لمناقشة أسباب الانفصال أو طلب المساعدة من بعض الأشخاص اللي قد يكونون صادقين ربما يكون أفضل بكثير. لكن إن كان هنالك إيذاء فربما دفع الله ما كان أعظم. صحيح. من الرياض كان معنا الاستشاري النفسي الدكتور أسامة نعيمي، شكرا جزيلا لك.